مشاهدينا الكرام، أهلا بكم إلى حلقة جديدة من بيت القصيد. مرة أخرى نذهب وإياكم إلى سوريا، سوريا التي هجر أبناؤها مرغمين مكرهين ولا يزالون يحملون بلادهم داخل قلوبهم. هل ظننتم يوما أن بلادا أو أن قلوبا تتسع إلى وطن فتحمله داخل قلوبها؟ نعم، هكذا يعيش السوريون بشكل عام، ومنهم الشعراء بشكل خاص كذلك، وكل المكلومين في الوطن العربي الذي للأسف تنفرد معاناته على طول الخريطة وعرضها. مشاهدينا الكرام، معنا من تركيا عبر سكايب الشاعر السوري الجميل الأستاذ أحمد جنيدو. حياكم الله أستاذ أحمد، أهلا وسهلا بكم ضيفا في بيت القصيد. حياكم الله، السلام عليكم لك ولأسرة القناة وللمشاهدين جميعا. شكرا لكم على الإضافة الكريمة، وبقيتم إن شاء الله نبراس ومنارة للثقافة وصوت حر وحق إن شاء الله من قناة الرافدين. شكرا لكم، أهلا وسهلا بك. نذهب إلى الأسئلة مباشرة، وقبل أن تقرأ علينا أولى قصائدك التي ستستفتح بها هذا العدد الذي يطيب بتشريفك لنا في بيت القصيد، الشاعر السوري أستاذ أحمد جنيدو، وأولى أو أوائل الأسئلة: ما بين الدواوين الكثيرة وما بين الأثر في السيرة، سيرة الشاعر، كيف يمكن للشاعر أن يحفظ سيرته فيؤثر؟ هل بكثرة الدواوين أم بكثرة التأثير؟ أم من الممكن المزج ما بين الأمرين، كثرة النتاج أو كثرة النتاج ووجود عنصر التأثير؟ في البداية دعني أنوه إلى نقطة. الشعر انتقل من مرحلة المؤثر إلى الحالة الاجتماعية إلى المتأثر. سابقاً كان الشعر مؤثر في المجتمع كاملة، يغير عادات وتقاليد، يرسم، يرسخ عادات، ينشئ حرب، ينصر قبيلة. تخيل، حالياً الشعر متأثر في الحالة، يكتب عن الحالة، يتبعها، يلهس وراءها، الحالة الاجتماعية، الحالة السياسية، الحالة يعني الروحية وما شابه ذلك، يتبعها بشكل دائم. ممكن لشاعر أن يكتب قصيدة يخلد مدى التاريخ، وممكن أن يكتب آلاف الدواوين ولا يذكر في التاريخ. ليس هو الكثرة، النوعية، الهدف. هل أنت أصبت الهدف؟ هل مبتغاك وصل؟ هل رسالتك وصلت؟ ممكن ديوان واحد أن يصل رسالتك إلى المدى البعيد ويؤثر في المجتمع وينقل مجتمعك إلى ما تبتغيه. ممكن آلاف الدواوين لا تؤثر. لا أظن هناك مقاربة، النوعية وليس الكمية. من المؤكد أننا سنتذوق قصائدك الجميلة أستاذ أحمد بقلوبنا قبل أن تستمع إليها أذاننا، ولكن أريد منك أن تستريح بجلستك قليلا ريثما تستعد لقراءة أولى القصائد علينا. لك المنبر والكلمة، وكن مستريحا إلقاء وجلسة، تفضل لك الكلمة. شكرا لك. طبعا سأقرأ لك من ديواني الجديد إنها حقا، قصيدة إنها حقا بإذن الله، إن شاء الله إنها حقا ستكون أعمال كبيرة للشعب السوري وللشعب الفلسطيني ولكل مضطهد في هذه الأرض. تفضل. حاصر سوادا من الإذلال يا قلمي، واصرخ بحقك إن الصوت من ذممي. بين الحقيقة والتاريخ مقبرة من الضمير إلى الأخلاق فالقيم. والصامتون على الأوجاع يقولهم غد يعيد رواء الفعل بالأثم. فمن يغطي شموس الحق بإصبعه غير المخادع بالإيمان والنعم، غير المتاجر بالإنسان يفعلها، غير المزيف للأحداث والعلم. اضرب بقسوتك العمياء من ألم، لا يهدئ الثأر غير الضرب من ألم. وارفع حقوقك للأزمان رايتها، خير الوصايا لطفل حامل القسم. يا أيها الوطن المشلول في وهن، عاد اليقين يعيد النبض بالرجم. في لحظة اليأس يبني المجد قاتلنا، يلهو بنا ناعق في لعبة الأمم. غادر مراء لعثر أنت تحكمه، وعد إلى خير الإناع بالشيم، وابصم على جبهة الإصرار منتفحا،
من ثورة يلد الإنسان في القمم تصحو على جدث الإذعان مرحلة تمحو فصولك من مهد ومن رحم يريدك الصبر ملاحا ومبتكرا يريدك الصبر ملاحا ومبتكرا جوف اعتناق رؤى أبعاده بدليل فالليل يذكر الساعات في طلع إن نمت أو مات قبل الفجر في السقم ستطلع الشمس مهما حاول الزلق من يهدئ الدرب زاد البدء بالعزم عادت دمشق عادت دمشق عروس الأرض ضاحكة تولد الصيف بالأحلام من عدم امسك يدا عزمت عادت تعانقنا واترك لاما اترك لام خداع من خنق لدمي من خنق لدمي. بارك الله فيك أستاذ أحمد. دعنا الآن نتحدث عن فكرة إنسانية أو ربما كانت فكرة يعني أثارت جدلا وإشكالا في وسائل التواصل الاجتماعي خلال الأيام القليلة الماضية. يعني هناك من نادوا بضرورة يعني أن تكون سوريا، أقصد سوريا الداخل، سوريا كشعب مشمولة بمساعدات من الأونروا وغيرها من المنظمات الغذائية التي تتكفل بإيصال الغذاء إلى عوام الشعب. يعني وجدنا هناك فريق ضد هذه الفكرة وقالوا لا نريد إيصال مثلا هذه المساعدات. ربما لديك ما تقول في هذه الرؤية، أنا لا أريد منك رأيا هل أنت مع أو ضد، وإنما ربما توضح لنا شيء من التفاصيل من روح شاعر تجاه هذا الموضوع، ولك الكلمة. أخي، الموجودين تحت سيطرة النظام، تحت كنف النظام، يهللون لهم إن كانوا مجبرين وإن لم يكونوا مجبرين، إن كانوا يحبونها أو لا يحبونها ليس هنا السؤال. أنتم الآن موجودون تحت كنفه، وقتل وشرد وذبح وسلب وسرق ونهب ولم يبقي شيء، لم يبقي شيء من الجريمة في الأرض من تاريخ البشرية الآن. لم يحصل جرائم مثل ما حصل في سوريا وما فعل هذا النظام. كيف أنتم يا الشعب تحت كنفه وبظله وتحيونه وتنتخبونه بالدم، تريدون مساعدات أن تصلكم الدم؟ ألم تشمتوا؟ ألم تقفوا على جثثنا؟ ألم تشمتوا بموتنا بتدميرنا؟ أنا أرفض هذا الكلام، أرفض طبعا. نعم، لكن ربما يقول قائل أستاذ أحمد، ربما يقول قائل هناك أيضا من هم مع فكرة الحرية واسترداد الوطن ولا يزالون داخل الوطن، ألا يمكن يعني أن يقع شيء من الظلم على هؤلاء حينما تأخذوهم بجريرة غيرهم؟ قد يقول قائل. يا أخي، نحن نعلم وسوريا أدرى بشعابها كما يقال مكتر. لا يمكن، لا استحالة أن تأتي الحرية ونرى بصيصها بظل هذا النظام، استحالة. نظام قمعي بكل ما تحتوي الكلمة، نوافذ بيتك، جدران بيتك يراقبونك، لباسك، هذا اللباس يراقبك، يوجد أجهزة فيه، دمك حتى الفكر والدم غزة كل شيء فينا. إجرام فظيع جدا جدا. لا يمكن استحالة أن تأتي الحرية وأنت في كنف هذا النظام. نعم. وهؤلاء المتشدقين تحت كنفه لا أظن كلامهم صائب. مستمرون معك أستاذ أحمد جنيدو الشاعر السوري، وطبعا هناك المزيد من جرعات الجمال المتدفقة نورا وضياء لديك في القصائد التي أعددتها لهذا اللقاء، ولكن قبل هذا سنذهب أنا وأنت والسادة المشاهدون لاستراحة شعرية من خلالها نتعرف على أو نستمع إلى قصيدة لشاعر آخر، ما رأيك؟ تفضل. نذهب إذن مشاهدينا الكرام، نخرج الآن وإياكم إلى فقرة قصيدة للوطن ومن ثم نتابع، ابقوا معنا. لا تعتذر عما فعلت، أقول في سري، أقول لآخر الشخصي، ها هي ذكرياتك كلها مرئية،
ضجر الظهيرة في نعاس القط، عرف الديك، عطر المريمية، قهوة الأم، الحصيرة والوسائل، باب غرفتك الحديدي، الذبابة حول سقراط، السحابة فوق أفلاطون، ديوان الحماسة، صورة الأب، معجم البلدان، شكسبير، الأشقاء الثلاثة والشقيقات الثلاث، وأصدقاؤك في الطفولة والفضوليون. هل هذا هو؟ اختلف الشهود، لعله وكأنه. فسألت من هو؟ لم يجيبوني. همست لآخري، أهو الذي قد كان أنت أنا؟ فغض طرف والتفت إلى أمي لتشهد أنني هو، فاستعدت للغناء على طريقتها. أنا الأم التي ولدته، لكن الرياح هي التي ربته. قلت لآخري لا تعتذر إلا لأمي، إلا لأمي، إلا لأمي. لا تعتذر إلا لأمك. أهلا بكم مشاهدينا الكرام مجددا. لا تعتذر إلا للأرض التي أحبتك وتنتمي إليها وإلى طينها وجبلت منها، ولا تزال على أمل العودة إلى عناقها مجددا. مشاهدينا الكرام، لمن التحق بنا في هذه اللحظات، ضيف هذا العدد عبر سكايب من برنامجكم بيت القصيد، معنا عبر سكايب من تركيا الشاعر السوري أحمد جنيدو. مجددا أهلا بك أستاذ أحمد، وإلى الشعر مباشرة، ماذا ستقرأ علينا؟ لا سأقرأ حنين إلى بلادي. خذنا إلى هذا الحنين. تناساها ويقتله الحنين، فؤاد الغبر يسكنه الأنين، بكل إشارة قلبي يراها يزيد الشوق أحلامي يقتل. أنا المعنى المكنى من أناها، هي الدنيا إذا كانت أكون. تعلمت السكوت على انكسار، أناظر من بعيد ما يحين، أراقب دمعة بعيون أمي وأخرى في صميمي تستكين، وأمسح شعرها المنساب ظن. كلمني. وأخرى في صميمي تستكين، وأمسح شعرها المنساب ظني، أهون لحظة ما لا يهون، أغض الطرف أحبسها دموعي، صغيري صامت تشكو المنون. غباء إذ ظلبنا مستحيلا، وأغبانا تسيره الظنون، وأصدق ما تبوح به الخفايا، أدق القول ما نطق الجنون. ففي صوت البراءة عمق روح، وأنقاها إذا باحت عيون. عبرنا من حدود الموت موتا، عبرنا من حدود الموت موتا، ومسنا غرفة بدم يخون. هناك تراث أهلي أرض جدي، شماخ أبي يعلقه السكون. هناك حكاية تروي فصولا، وزيتون وليمون وتين، أغاني الليل والسهرات جنة، هناك غناؤها الصافي سجون. جبلت من التراب وكم جبلنا، أنا من صلبها ماء وطين. نهز الجزع آمالا ونقوى، ونطوي خلفنا دينا يصون، ونحجب عن مرايانا شحوبا تشيخ بنظرة النجوى سجون. نمجد في خطايانا عزوفا عن الأيام جائعة جائعة صحون. نمد خيامنا للريح عصفا، وفي الأعماق تدمين الحصون. تشابك لون أغنيتي بآه، تشابك لون أغنيتي بآه، يعفر لوعة عطشا يدين، عطشا يدين. يا الله،
حفظ فوق. أستاذ أحمد، دعني أسألك سؤالا مختلفا الآن بعد هذا النص الوجداني المرتبط في الأرض الذي يسيل ألما ودما وينبض حزنا على بلاد فارقت أهلها وإن لم يفارقوها في أرواحهم وأحاسيسهم وقصائدهم. دائما تجد الأرض أن هناك حلقة مفقودة بينها وبين أبنائها، خصوصا إذا أجبروا على الخروج منها مكرهين. السؤال هنا، ما الذي ينقص السوريون أو ينقص السوريين حتى ينتصروا لفكرتهم ولحياتهم ولإنسانيتهم؟ ينقصهم التخلص من هذا الإشباع في الخيانة والتعلم من 50 سنة بعثية، هذا الغسل الدماغي الذي غسله هذا النظام لمدة 50 عام. شعوب طلصمت، دجنت، هجنت، لا أعرف ماذا أقول. يعني إلى الآن لم نصل إلى مجموعة صغيرة يتوافق عليها 100,000 سوري، لم نصل إلى فكرة. هل خرجنا إلى الحرية لأجل أن ندمر وتنهب؟ حتى إلى الآن تنهب خيراتنا، تنهب، ينهب قوتنا، دواؤنا ينهب. يعني هل وصلنا إلى مرحلة من التشتت عندنا تحت، كان في النظام أو في الخارج، في الغربة، في الحدود السورية، اللاجئين والنازحين؟ لا أعرف، لم نصل، لا نجد لنا هوية إلى الآن، لا هوية ثورة ولا هوية نظام ولا هوية مجتمع ولا هوية شعب. ممكن لأن من تصدر الحالة السورية هم أتفه. نعم. شعرنا أحمد جنيدو من سوريا عن الغضب والحزن اللذين يسكنان الكثير من قصائدك، هل الغضب والحزن ملح في تجربتك الشعرية؟ نعم، حقيقة ممكن موروث حياتي، فأنا ولدت يتيما منذ سن صغيرة، تيتم، ثم تعلقت مع بعمي رحمه الله الذي استشهد في لبنان يبان دخول الاجتياح الإسرائيلي، ثم كنت معارضا من الأساس، عشت كثير من التجارب صعبة، الحياة قاسية، الظروف قاسية، الوضع السوري، يعني الإحساس العاطفي لدي ليس ميتا، لكن أخجل أن أبوح به في هذه الظروف. نعم. أستاذ محمد، أستاذ أحمد عفوا، ربما أخذك الآن إلى مربع يعني ساخن من الأسئلة وكثير الإشكاليات. الآن نجد أن هناك فرقا مختلفة، وأنا أعتذر لك ولعموم الشعراء لهذا الوصف التعبيري، لكن هذه حقيقة ينبغي أن لا ننكرها، وجود فرق واتجاهات شعرية مختلفة. هناك من يؤمنون بفكرة أن الشعر رسالة، وهناك من يؤمنون بفكرة أن الشعر ينبغي أن لا ينفصل عن الجمال. باعتقادكم، ألا يمكن أن يكون كتابة الشعر من أجل الجمال بحد ذاته هذا رسالة أيضا؟ نعم، كتابة الشعر بحد ذاته عن الجمال رسالة، لكن لنعد سابقا أخ مصطفى، المفردات حاليا التي يمتلكها المخزون الثقافي بشكل عام، ليس الشاعر، أي شاعر أو أديب، المخزون الثقافي المفردات 12 مليون من المفردات العربية، هل ما زالت موجودة؟ كم مات منها في تقادم الزمن وتعاقبه؟ كم مات؟ الشعر والأدب رسالة، رسالة لا بد، يعني لا يمكن أن نتخلى عنه. نعم. الشاعر بلا رسالته لا معنى له، والجمال رسالة، وكل شيء يخطه الشعر هو مخزون زمني، تاريخ. يعني نعم، يعني أنا دعني أناقشك هنا، يعني لا يمكن أن يكون مكتوب الشعر من أجل الشعر، يعني إذا كتب النص الشعري فهو يتضمن طبعاً رسالة، يتضمن طبعاً جمالا طبعاً، يتضمن أهدافا وفكرة، والفكرة بحد ذاتها رسالة يقصدها الشاعر. طبعا الوطن، الفكرة أوسع من وطني، انطاقت في الوطن الفكرة،
ونقول المرة فالمرة شعب يستعبد بالفطرة، الفكرة أوسع من وطن إن ضاقت الوطن الفكرة. الفكرة أن تترك رسالة للزمن، أن تنقش تاريخ وموروث للمجتمع للأجيال القادمة. هنا الفكرة، حتى في الحب أن تترك رسالة جميلة شفافة تتناقلها الأجيال، حتى في المجتمع بالنصيحة بالحكمة كل شيء من الشعر جماليات. إذا أنت لست مع فكرة استعباد الشاعر أو الكاتب بفكرة الوطن الأرض القضية، الوطن الأرض لا القضية لا لا لا. فقط لا لا لا، أنا أروم أنني وإنما هو بحر فسيح ينبغي ألا نقيده. تماما، أنا منذ بداية الثورة لا أنشر، انتبه، لا أنشر وليس لا أكتب، لا أنشر سوى عن الثورة، احتراما للشهداء ولدمائهم، احتراما للمهجرين، احتراما لنفسي ولعائلتي الأطفال. لكن لا أكتب الحب، لا أكتب الوجدانيات، لا أكتب الغزل، أكتب ولكن لا أستطيع أن أنشر احتراما للأشياء. لكن دعنا نتفق على فكرة، أنت كأحمد جنيدو وشاعر سوري لا تنكر على من ينشر قصائد عاطفية، قصائد علمية، قصائد دينية، قصائد مجتمعية روحية وجودية، لا تنكر عليه فعلته إذا لم يكتب عن الوطن أو لم تقتصر منشوراته على الوطنية. وأباركه لأنه عنده جهاز جرأة، يمتلك جرأة كبيرة أن ينشر ما يريد ومنفتح إلى أبعد حدود. ممتاز، يجب أن القارئ يمل من هذا الأمر. أنا مثلا أتاني كذا انتقاد، أنت أصبتنا بالملل، صحيح شعرك يلامسنا، صحيح شعرك نحبه، صحيح نؤمن بقضيتك، ولكن أصبحنا نمل منك، أنت أصبحت ممل لأنك لا تكتب سوى للوطن، للجرح السوري، للغربة، يوجد مساحات هائلة في الحياة تكتب عنها. يعني أحسنت، انتقدت كثيرا لهذا الأمر وأعترف أمامك وأمام الجميع. يعني خذنا إلى قصيدة جديدة الآن شاعرنا أستاذ أحمد جنيدو من جديدة سوريا. تفضل. حقيقة أنا بذهني أن أقرأ هذه القصيدة، هي جديدة جدا. تفضل، كلنا أذان مصغية. وليست وطنية وليست لك أن تقرأ ما تشاء كي لا يقال إنني حجرت على ذهنك وفكرك فألزمتك بشيء أو بنوع أو بلون، اقرأ ما تحب لك. إلى أي شيطان جنوحك يلجأ؟ تنز مناحات وجبتك يربأ، تعود بأشواط البداية جملة، تغالبنا الألفاظ لو نتجزأ. سطى غفلة من فاك يسهو بأضلع، بكل سطور الموت من فاك يقرأ. يجر وراء الخيبة الأم موعدا، كنار تفج الوجدة تشهل. تبدأ غناؤك مرضي بأنك جاهل، وفي الجهل أضياف الجهالة تهزأ. ألست المكنى في الرسائل ملهما، وأنت على العينين نور، وبؤبؤ أحاصر في الأضلاع هدرا ولوعة، بين ثنايا الروح وجه يخبأ. فلا العشق في الأرحام كان مخلدا، ولا عشقك المجنون بي يتجزأ. كنايات جدي في المصلى نوافل، رنيمك بالأصقاع يهتز يصدأ. طرحت نواقيس القصائد لعنة، رددت لنا الأصوات ودفقك لؤلؤ. أنا الهائم المنسي في طرف عينها، أقلب أوراقي بما تتوكأ. على كل حلم مهدك المشتهى دم، على كل تيه أنت للتيه مرفأ. أيا سيدي الموسوم فوق جبهتي، عيوني منارات ونومك يهنأ. ألف بقايانا أضوعك لمحة، وأنت هدى من أدمعي تتوضأ. خلصت بوادي الوحي أصرخ فارغا، ينوس رقاد الهتف بالأصل منشأ. ومن يشعل الأعماق شوقا ولهفة، وجلك بالأعماق يفيض ويملأ. تغاوي تفاسير الولائم بلاهة، وشمسك تبتز القوافي وتنسأ. فخذ ضحكة الأطفال، عيني طفلة يحار بك البوح المدمى ويرفأ. خبرتك بالإنصاف تتحف مهجتي، ومن حزنك المسموم قلبك يبرأ.
وما أنت غير السعد للقلب رحمة. عجبت بأن الهجر للجرح ينكأ. أنا عاشق يا أيها المنتشي ضنن تمدد على الآهات فالقلب يظمأ. الله الله الله، أعد البيت الأخير. أنا عاشق يا أيها المنتشي ضنن تمدد على الآهات فالقلب يظمأ. تسامرني الأوهام طيفك هارب وفي كل تأويل له تتلألأ. كأنك بالأوصال قلب وفي السكن بكل اتجاه أنت فحوى وملجأ. أنا متعب من ثورتي وجنونها فكيف ألوذ الصمت كيف سأجرأ. فدمعي يصب الخمر الطعر كؤوسهم ودمعك للأوجاع وخزا سيبقأ. مخاطرنا في البعد أصل سالف فآلفنا الأرواح للخوف تدرأ. ومن غيرك المحبوب في النفس أنسه ومن غيرك الإحساس يهتم يعبأ. أيا ملهم الأنفاس في صدر فاقد غرستك بالأضلاع والنبض يخطئ. أيا ملهم الأنفاس في صدر فاقد غرستك بالأضلاع والنبض يخطئ. أيا مشرقا بين الخلايا براءة زهدي غريب دائما لك يطرأ. أعانق صلاة الحزن سف كفوفنا برغم صعاب العمر فكري يهدأ فكري يهدأ. ما شاء الله عليك أستاذ أحمد. إلى سؤال آخر، القصيدة السورية في عصر التكنولوجيا والسوشيال ميديا تفرض ذاتها علينا لنتكلم عنها قليلا. تفضل وجد علينا بما تحب وكلمنا عن رؤيتك الخاصة كشاعر سوري وكمتلقي سوري للكثير من القصائد التي يكتبها كتاب وشعراء سوريون. تفضل. الحقيقة الحالة الشعرية السورية متقدمة جدا ونابغة وبارزة حقيقة، وأصوات نسمعها كثيرا حاليا أصوات جميلة جميلة جدا نفتخر بها ونعتز بها. شعراء عظماء حقيقة ولدوا من مأساة ولدوا من فكرة عميقة. لكن هؤلاء موجودون سادسا، لماذا لم نكن موجودين؟ لأن النظام لا يظهر من يناهضه، يظهر من يهتف له ويمجد له ويلحس أدراجه ويبوس أقدامه. فبدأت الثورة فظهرت هذه الأصوات، ظهرت حقيقتها مكنونها. العمق الداخلي ماذا نكتشف في حقيقة الإنسان؟ في حالة الغضب يظهر حقيقته. الإنسان يظهر في حالة الغضب، حقيقته تظهر في حالة الغضب. والشعر السوري ظهر في حالة الغضب، ظهر حقيقته. إنه مبدأ حقيقي، غضبه إبداع، ثورته إبداع، جرحه إبداع، غده إبداع، فكرته إبداع. كل شيء حوله بدأ فعلا حقيقة. ظهرت أصوات كبيرة وجميلة جدا جدا حاليا نفتخر بها، وأتمنى أتمنى أن تكون فعلا نبراس للأجيال. يبدو أنك دبلوماسي في رأيك، فأرضيت الكثيرين إن لم يكن جميع الشعراء والكتاب السوريين في لا كل حقيقة مكان. لا عفوا أستاذ مصطفى، أنا تفضل لك حرية أن تقول ما تحب. يعني أنا التقيت هنا بكثير من الشعراء، عدد كبير هائل من الشعراء، وتعرفت وأعرف قديما لي أصدقاء. أكيد ولا شك في ذلك، لي أصدقاء قدامى جدا أعرفهم وأتواصل معهم من السابق. حقيقة أصوات حتى شباب، أنا فوجئت بشباب أعمار صغيرة بالعشرينات والثلاثينات تقدم شيء مبهر. يعني عمق تجربة عميقة. غريب شاب صغير عنده هذه التجربة الفكرية، هذه الإنارة بعيدة المدى ذات الرؤى المنفتحة. أسلوبه الرقراق، أسلوب منساب في اللغة، شيء جميل جدا. يعني يدهش الفكر حقيقة. سعدت بهم جميعا. وأصوات حقيقية معروفة قديما، يعني مثلا أبو معاوية صديقنا، أستاذ أنس، أستاذ ياسر، أستاذي مثلا المثنى الشيباني، أستاذ خياطة، من الأصوات الرائعة جدا. يعني قديمين طبعا، نحن جيل قديم.
سنواصل شعرنا أحمد جنيدو من سوريا، ولكن لابد أن نخرج إلى فاصل الآن. ما رأيك؟ أنا معك. إذن ابقى معي مشاهدينا الكرام، نذهب الآن وإياكم إلى فاصل قصير، ومن ثم نواصل ما تبقى من حلقة هذا اليوم الذي يطيب بمتابعتكم لنا. ابقوا معنا ولا تذهبوا بعيدا. حياكم الله أعزائنا المشاهدين، وأهلا وسهلا بكم مجددا إلى ما تبقى من عدد هذا اليوم من برنامجكم الأسبوعي بيت القصيد. ولمن التحق بنا في هذه اللحظات، ضيفنا عبر سكايب معنا من تركيا الشاعر السوري الأستاذ أحمد جنيدو. أستاذ أحمد، من جديد إلى قصيدة جديدة، تفضل. حلق بحلمك فالسماء رؤاك، من يمسك الحلم الكبير سواك. أعبر حدود الخوف لست مقيدا، فالقيد في فكر الوقوع هداك. من حبة تأتي السنابل والجنى، أنت المكون والتراب يداك. سيتوه فيك مقنع ومحطم، يبني القدوم على نوى مأواك. ستقول في عز المصائب موطني، ألم يقول مضى وما أدراك. أطلق زئيرك في الحروب مهابة، واصرخ بحقك لو يرد صداك. مد السلامة عيونها الكحلة بكت، وعدا يقلد تاجها لولاك. هم يعلمون لما الضحية أجبرت، فالصمت في دأب الرضوخ رماك. أنت المكنى في الرسائل ملهم، مهما الحروف تجاهلت معناك. يا أيها المسحوق من أقدامهم، ارفع يدا كي تستعيد مناك. هم يسكرون على دمائك خلسة، أنت الرسوخ لمن تصب لماك. مروا على جثث البراءة لمحة، وضعوا الورود على ضريح هواك. عبروا الدمار كأنهم في نزهة، وتبعثر الإحساس في مثواك. مضغوا كلامك في الخيانة تفلة، وتصنعوا أن المناص شجاك. لا تسرف الأحلام في أكذوبة، يلد الزمان إلى الهباء ضحاك. تتوالد الأيام فوق خديعة لتبشر الأموات من أعماك. كانت تواري نصفها في حفنة، ذراتها دمك المعلب ذاك. يتفنن المأفون في ترويعنا، ويجلجل المسلوب في ملقاك. أنت المودع، كيف عدت محملا بالنز والإرهاص في مسعاك. فتسافر الصور القديمة لعنة، بدع تقلب ذكريات سباكا. قم من سباتك فارسا أو متلفا، لا فرق في الأمرين عند سواك. الله الله. ماء القصيدة في هواء صدورنا، والحرف يحفر في الورى مجراك. ويعمق الأبعاد يرهن غاربا، ويزيد في وجع البقاء أناك. تتسابق الكلمات سر فراسة، تجد الوصول إلى الفراغ أتاك. فاجمع بقاياك الكثيرة صدفة، ما زال يلمع في الخنوع رضاك. ما زال ينجب عاقرا وخصوبة، تلد الوقاحة من رزين علاك. وتقاسم الألوان ماء معينها، ويدور في فلك الضياع مداك. ما زال غيرك للمحبة مخلصا، إن بعت في سفر المهان شباكا. يتذكر الولد الصغير خيامنا، نصبت على مسمومة ترضاك. رحم الحقيقة لا يبيض محرما، إن الحقيقة
في الصراع دماك. رحم الحقيقة لا يموت، رحم الحقيقة لا يبيض محررا، إن الحقيقة في الصراع دماك. قف مثلك التاريخ في خدر مضى، أتلوث التاريخ ما أغباك. أتعيد ملحمة الولاء صامتا، لا ينفع التسويف في ملقاك. قد لا تصدقني الحكاية إن روت، تلك التفاصيل اختفت تهواك. لا ينقص الوعد الأمين محجة، ها قد يغيبنا الهوى إدراكا. أحسنت. يا أيها المسجون في قفص الأنا، سيمر ضوء من خلال شظاك. الله. تلك النوافذ من تبوح دموعنا، للعابرين على أنين رجاك. تلك القرارات الصليدة أقنعت هشا وأسعد إنه واراك. كتب الفصول على الشواهد راحل، برد الخيام يميع في ليلاك. فاقطف نجوما لا نفسرها معا، يدك القوية من تهز غواك. أنت الأخير وأنت كل بدائع، عادت تفرز في الخراج جفاك. بين الظلام أصابع أخرى بدت، صدأ النفوس في سدول سناك. الظلم في النفس الأثيمة موضع، أنت الأثيم وكم أخ عاداك. عد أمك العذراء في قضبانهم، وأبوك في قبر السؤال حصاك. والجد يبقر ناقة ليخيفهم، والأخت في شيمائها إنهاك. والسابقون إلى التردي أمة، ملك الحياة من غباء رواك، ملك الحياة من غباء رواك. وحتما لمن يحلمون ويواصلون إيمانهم بأحلامهم أن يملكوا الحياة طولا وعرضا، يمنة ويسرا. أستاذ أحمد، مجددا إلى الأسئلة ولكن إلى الذاتية، ما الذي تتوقع أن الشعر يريده منك؟ الشعر يريد أن يقتلني، يريد، لا أعرف، أظن سيخلدني. نعم. لا، في كسرة، في يأتي من دم، يأتي من غضب، يأتي من حرقة. ممكن أن يقتلني، ممكن أن يوصلني إلى ما أصبو إليه. أنا أصبو حقيقة أن أخلد للحياة ذاكرة، كلمة، فكرة. دعنا نذهب إلى انعكاس المرآة، ما الذي تريده أنت من الشعر؟ أريد أحمد جنيد من الشعر. وماذا؟ هل أنت معي أستاذ أحمد؟ معك. أريد أحمد جنيد وأن أرى طفلي حر. شعري أتى باستماره وطفلي عاش حرا. يا الله، نتمنى تحقيق ذلك لك ولكل من يبحث وينشد حريته في أنحاء المعمورة. إلى الوطن العربي الذي تنتمي إليه، وهذه الحالة الثقافية التي تنشط في مختلف الدول العربية، رؤيتك كمتلقي عربي قبل رؤيتك كشاعر لهذا النتاج الأدبي المستمر والنشاط العربي الآخذ بالتقدم شعرا ونثرا وقصة ومسرحا، تفضل رأيك ورؤيتك. الحالة الثقافية العربية متقدمة جدا حاليا ومتسابقة متصاعدة، يعني أحيانا تسقط في هوات لتسارعها. نعم. لا أعلم أنت إن كنت توافقني الرأي أنها تسقط فيها فوات كثيرة لهذا التسارع، ولكن أصوات جميلة جدا، أدباء حاليا يقدمون أشياء جميلة. هو الفكرة بعد الثورات أعطت مساحات هائلة للشعراء والكتاب. نعم. حقيقة يعني أصبحت أصوات بلا قيود تصرخ، تقول ما تريد، تتكلم عن أفئدتها، عن مشاعرها، مخزونها، عن كل شيء كانت مخموعة عنه لا يمكن أن تبوح به، الآن يمكن أن تبوح به. فأصبحت حرية مطلقة، أصبح لها جناحان ترفرف بهما وتطير، الكلمة تحلق،
وتصل. أصوات جميلة جدا حاليا في الوطن العربي. نعم. مساحة كبيرة تطور، ولكن في بعض الأحيان التسرع وليس السرعة. قد تجد من يؤيدك في هذه الرؤية وهذه النظرة، أستاذ أحمد جنيد والشاعر السوري. وحسب علمي لديك من النتاج الشعري 7 دواوين، آخرها ديوان إنها حقا. على ما يبدو أن الوقت يداهمنا أستاذ أحمد، فنريد منك أن تكون قصيدة الختام ومسك الختام من ديوان إنها حقا، ما رأيك؟ نعم إنها حقا ستكون إن شاء الله. إلى القصيدة التي تريدها ختاما. أريد أن هل أتكلم بقسوة؟ هل تريدها قاسية؟ نريد القصيدة مباشرة، تفضل إلى القصيدة لأن الوقت لا ينتظر ويكاد يدركنا. أماه كل جميل بات يغتصب، لم يبق فينا سوى ما قالت العرب. إيه. نجمل القبح بالألقاب نرفعه، جميلنا في دواهي الموت يحتطب. لم يبق فينا صفاء كان يلهمنا، تاريخنا الزور والبهتان والفتك. عهد العروبة بالأقوال مفخرة، بالفعل يلعنه الإنسان والنسب. أماه معذرة لا يستحي زمن، باع المروءة للأنجاس ينتسب. فأدخل العهر بيت الطهر يمسخه، ويدهس الروح والأحلام منقلب. من باعنا كي يدوس الشعب في بطر، يسلم القوت بالأغراب ينتصب. ويسحل الطفل والجينات في رغد، يبقى الرخيص وأنعلت به سحب. أماه تاريخنا قتل ومذبحة، بكل أرض لنا للفقد منتحب. الماجنون على أهواء ناخبهم، تناخبوا دمنا والجرح منسكب. يرقصون رعاع الأرض في جثث، ويخضعون بلادا فيه كتلتهب. لا الخيل لا الليل لا البيداء تعرفنا، لا السيف لا الرمح لا القرطاس لا الغضب. يا الله، من فالجميع إلى الأوهام يقرضنا. أشباهنا الأربعون المبتغى شربوا. كنا نغني بلاد العرب موطننا، صرنا نمني تراب العرب استلبوا. كنا نغني بلاد العرب موطننا، صرنا نغني بلاد العرب تستلب. في كل أرض لنا بالأهل مجزرة، نموت حبا بأرض يجهل السبب. إذا عشقنا انتماء الجد تقتلنا، وإذا هربنا يخون الأرض من هرب. نجوع فيك ورزق الكون في بلدي، ويبرد الجسد المسقوم والحطب. إذا عطشنا مجددا، إذا عطشنا نجوع فيك ورزق الكون في بلدي، ويبرد الجسد المسقوم والحطب. والنفط يركعنا بالذل يمرغنا، والقمح يفقرنا، والحلم مغترب. نرسو على الحاضر المشؤوم، وهم غد ما أبشع الغد إن ضاقت به التراب. نرسو على الحاضر المشؤوم، وهم غد ما أبشع الغد إن ضاقت به التراب. في كل شبر نرى للشعب مقصلة، لأي نطق فإن القتل يرتكب. هذه بلاد غدا الجزار حاكمها، لا نفع منه ولا الأوطان تكتسب. بالصوت يركبها بالذبح يسحقها، وآخر الرعب غر مجرم جلب. أماه كيف تهاوى حلم مرضعتي، وكيف ماتت بذور الحب والنخب، وكيف نام ضمير الناس في خدر. متى عادت فلسطين الهوى الخطب؟ جاعت طفولتنا والخير في يمن، ولوث الرافدين الفرس والنصب. والشام في لطم قد خرت مآذنها،
والنيل أضحى لصهيون ومن كذبوا. لبنان مزبلة أضحت حضارته، يسوقها النجس المأفون والنكب. آه بلادي وكم آه على وجع، آه بلادي وكم آه على وجع. باعوك كي يحكم الأحرار من نهبوا، كي يحكم الأحرار من نهبوا. شكرا جزيلا لك أستاذ أحمد جنيدو على هذه القصيدة التي اخترتها مسكا للختام، ولعلك بهذه الدقيقة المتبقية ترسل رسالة من أجل الإنسان والتاريخ توجهها إلى بلدك سوريا وعموم الوطن العربي. حلمي أن أعود، أن أتمرمغ بتراب بلدي، أن ينشأ ولدي تحت زيتونة بيتي. يا رب الفرج قريبا بإذن الله، نحن في رمضان. نعم. الأمل بالله الفرج لنا ولفلسطين ولليمن وللعراق ولليبيا ولكل الوطن وكل الوطن العربي وعموم الديار الإسلامية. شكرا لكم للإضافة، بارك الله فيكم. والشكر موصول لكم أستاذ أحمد جنيدو الشاعر السوري. نتمنى أن تتكرر مثل هذه المقابلات الأدبية الشعرية الهادفة حقا. نلتقيكم دائما على خير، شكرا لك. مشاهدينا الكرام، بهذا نكون قد وصلنا وإياكم إلى كل ما معنا ولدينا في عدد هذا اليوم من برنامجكم الأسبوعي بيت القصيد. الأسبوع المقبل إن شاء الله نعدكم بحلقة جميلة كما اعتدتم على ذلك دائما معنا من خلال برنامجكم بيت القصيد. وحتى ذلك الحين لكم مني أطيب التمنيات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى اللقاء.